صباح الخير، صباح يوم جديد ونهار جديد وحلقة جديدة على حضراتكم. صباح الخير على مصر والمصريين وناسها الطيبين الجدعان في كل مكان. واضح ان احنا لسه مكملين وعايشين ومتعايشين مع الكورونا، ويمكن ظهر لنا كمان الفطر الأسود، لكن اعتقد ان الموضوع مش هينتهي بسهولة الا لو التزمنا بإجراءاتنا الاحترازية، وكمان قدرنا ان احنا يعني نلبس الكمامة ونقدر ان احنا كمان ناخد اللقاح. متهيألي بكل الالتزام ده هننتهي ان شاء الله هذه الغمة، ولكن انا شايفة الناس كتير جدا خايفة ومرعوبة وقلقانة ولكن مش ملتزمة. يقولك يا رب يبعد عننا كورونا وينزلوا يتقابلوا ويسلموا على بعض وما يلبسوش الكمامة. طبعا خلوني في البداية قبل ما ندخل اكتر في تفاصيل عن الكورونا والتزامنا وعدم التزامنا اصبح الجميلة زميلتي اسراء. صباح الخير عليكي يا دودو. صباح الفل عليكي وعلى كل مشاهدينا، ويا رب دايما متجمعين كده مع بعض على خير ودايما بنتفائل. وانا عارفة ان احنا في زمن صعب، في اوبئة، في امراض، في مشاكل كتير قوي، ولكن في الاول وفي الاخر احنا خلينا ربانيين مقتنعين بالقدر مع الأخذ بالأسباب، لأن ده شيء مهم جدا. موضوع الفطر الأسود على فكرة لو حضراتكم بس دورتوا شوية وقريتوا عنه هتلاقوا أنه هو موجود ومنتشر من فترة طويلة جدا. مش بس كده، كمان كان موجود في الهند، بس هو تصريح أخو المرحوم الفنان الكبير الكوميديان اللي أنا شخصيا بعشقه، ولقيت نفسي معرفش ليه بعد ما توفى بقيت بتفرج على فيديوهاته أكتر، وحسيت أنه من الناحية الشخصية كده والإنسانية أب رائع، زوج هايل، إنسان حلو جدا. فلولا تصريح أخو الفنان الراحل المرحوم سمير غانم عن موضوع الفطر الأسود ما كناش اتفزعنا قوي كده. فبالتالي الموضوع لو حضراتكم قريتوا عنه وعرفتوا ان هو مش بالضرورة انه يكون بالفزاعة الرهيبة دي، فكرة ان العين كلها بيتم استئصالها او ان هو يدخل عند مثلث الخطر كده عند الأنف والجيوب الأنفية ويوصل للمخ، رفقا بانفسكم احنا مش ناقصين رعب. متهيألي دينا احنا كفايه علينا الكورونا، فبس احنا نتعب نفسنا شويه ونقرا ونسمع من الناس المتخصصه. وفي برامج كتير جدا استضافت اطباء وكلموا عن الفطر الاسود، وكمان وزاره الصحه ردت على كل التساؤلات اللي بتيجي في اذهان الناس. يعني صحيح. ايه هو الفطر الاسود؟ هو موجود عندنا في مصر ولا لا؟ هو معدي ولا لا؟ كل التساؤلات دي ردت عليها وزارة الصحة. وكمان العلاقة ما بين الكورونا والفطر الأسود، الناس اللي كانت بتسأل أكدوا أن ما فيش أي علاقة ما بين الكورونا والفطر الأسود، الموضوع كله مرتبط بضعف المناعة. حضرتك لو قلت مناعتك فهيجي لك فطر أسود، وطبعا اللي بيساهم في ده الكورونا. لو جات لك كورونا فهتضعف مناعتك، فهتبقى سهل جدا أنك تبقى عرضة للفطر الأسود، ولكن ما فيش أي علاقة ما بين الكورونا والفطر الأسود. خلينا متفقين ان احنا نبقى ملتزمين طول الوقت باجراءاتنا الاحترازيه، وطول الوقت كمان يعني نحاول ان احنا ما نشككش. يعني اكتر حاجه بتضايقني جدا الفتره دي الاشاعات الكتير جدا. يعني اعتقد سمعتي عن الناس اللي بتشكك في اللقاح واللي يقول لك اللقاح عندنا في مصر تم اختياره بشكل مش كويس. لا ده ما في دول العالم يعني اعتقد لو اللقاح استرازينكا ده ما كانش كويس ما كانش نص يعني الشعب البريطاني خده، يعني ولا كمان بريطانيا مش كويسه. يعني خلينا عندنا شويه عقلانيه ومنطق واحنا بنستقبل اي اشاعه، وخصوصا ان احنا الحمد لله منظمه الصحه العالميه اعتمدت اللقاح بتاعنا. فتحيه كبيره جدا للقياده السياسيه الواعيه اللي اختارت اللقاح بالشكل ده وقدرت ان هي توصل لاختيار موفق جدا في هذا اللقاح. والناس كمان يقعد يقول لك ده لسه هيجربوه علينا، اصل اللقاح ده ما تجربش على البني ادمين. يعني احنا بقالنا سنه ونص بنتكلم انه بيتم تجريب هذا اللقاح على الاشخاص وعلى البني ادمين، ونيجي النهارده نقول اصل ما تجربش، ده بيتجرب فينا. فايه رايك في موضوع الاشاعات ده؟ والله يا دينا لا، انا ممكن مع الناس انها تكون خايفه شويه، لكن ان احنا نطلع اشاعات انت خايف ماشي، اقول لك استنى حد من اصحابك، انا بكلمكم كلام فريندلي، يعني استنى حد من اصحابك قرايبك ياخده وشوف هيحصل معاه ايه، مش يعني مش تجرب فيه لكن تستنى النتيجه، لان احنا كل ما هو جديد دايما بيكون محل للقلق والخوف، الناس لسه مش عارفه. وكلنا بصراحه يعني بقالنا بصوا كام سنه عايشين في الدنيا، ربنا يديكم العمر، ما شفناش اوبئه، ما شفناش كده. الطاعون ده كان من 100 سنه ومحدش في جيلنا ولا في الاجيال اللي قبلنا شافت اوبئه زي دي، ولا الكوليرا ولا الحاجات دي. فاحنا سبحانك يا رب، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان مضلل علينا كده بحماه وبرحمته،
فهو بيختبرنا دلوقتي، فاحنا نثبت وما نبوظش بقى فكره انه في لقاح. ده احنا كنا بنقول يا رب نستنى نشوف النتيجه، اللي خايف اللي مش خايف وقلبه جامد خلاص روح، وانا شايفه ان محدش يخاف، وتقريبا كمان تتاكدوا كويس جدا انه في لقاح مثلا ممكن تكون اعراضه خفيفه سواء استرازينيكا او اللقاح الثاني، يعني ممكن تكون اعراضه الجانبيه قليله شويه على كبار السن والمسنين بشكل عام واصحاب الامراض المزمنه. طلعوا الشائعات، خلوا بالكم من مصر كويس جدا، خلوا بالكم انه ده سلاحنا لمواجهه ومجابهه كورونا، فربنا يا رب يعافينا جميعا ويحفظنا ويطمنا. وبلاش انت تكون سلبي، خليك ايجابي، احنا عايزينك سلبي كورونا وايجابي في التصدي ضد كورونا وفي انك تاخد المصل بمنتهى الاريحيه والطمانينه. وفي الاول في الاخر احنا بنقول لك خلي بالك على نفسك وخلي بالك على مصر، لان طبعا خدوا بالكم دي مصر.